إذن هذا الكلام الفاسد الذي نحن نحذر منه، نظام الجزائر نظام من 62، أنا ما أتكلمكمش على العنف الذي مورس قبل الثورة. قبل الثورة كان الناس صفاهم أي، كان الناس تكلهم أي، منهم عبار رمضان، منهم فلان، منهم فلان، منهم فلان. بعد الثورة أيضا صفاهم، صفاهم هواء ورجال، معناها العقلية نتاع الذين حكموا البلاد من 62 إلى يومنا هذا هي عقلية مبنية على العنف ومبنية على الإرهاب. أنا لما نقول على الإرهاب كان يخوفوا الناس. واحد الوقت من الأوقات يقول لك لا سيكوريتي ميليتار، يقول لك يخرج في الليل يخرج في النهار يخرج في منعرف شغل الغول. أنا أقول لكم وزراء 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 في الوزارة لما يجي القائد نتاع مخابرات ولا مسؤول نتاع المخابرات يقول لي ديرها وزير 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 يخاف من الأمين العام نتاع الوزارة، لأن الأمين العام نتاع الوزارة تاع أي وزارة غالبا لا يختاره إلا المخابرات، ولا هذا يخاف منها. إرهاب نفسي، قلت لك إرهاب مش فقط تقتلني، إرهاب أيضا نفسي، إرهاب فكري، نولي ما نهدرش نخاف، نولي ما نعبرش عن المشاعر نتاعي نخاف. إذا الشعب الجزائري لا يعيش فقط إرهاب تاع دماء، إرهاب فكري، الناس ولات لا تستطيع أن تعبر عما في خاطرها، خوفاً. واحد يخاف على خبزته، واحد يخاف ينحوه، واحد يخاف يديروا كذا، واحد يخاف كذا. استعباد الشعب الجزائري. أعطيكم مثال. انظروا أحمد طارق إبراهيم. شخصية سياسية. ونجل الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله. انظر ماذا يقول في المذكرات بتاعه: تعذيبي في سجون بنبلة جعلني أفكر في الانتحار. هذا ماذا من؟ هذا وزير. معناها عذبوه. معناها قضية التعذيب مش قضية جديدة. معناها سياسة من بكري اللي يرفع راسه ولازم يعذبوه ولازم يذلوه ولازم يحقروه. هذا واحد. أو عندنا الآن الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه الله. هذا جزء من المذكرات نتاعه. جزء من المذكرات نتاعه بعد 82 درنا ماذا؟ قضية الجامعة المركزية. وكان حاضر فيها الشيخ أحمد سحنون. وحاضر فيها الشيخ الشيخ عباسي مدني ذكرهم الله بالخير، رحم الله عز وجل شيوخنا وحفظ الله من هم على قيد الحياة إن شاء الله. اسمع مليح واش يقول الشيخ الشيخ عبد اللطيف سلطان رحمه الله، وعمره في ذلك الوقت 81 سنة. اسمع مليح، قالت البارك يقول لك احنا رانا نجيب، وانا نستطيع نجيب لكم قائمة شخصيات سياسية واش داروا فيها، ما نتكلمش على اللي اقتنوا. وبالجملة فأقول وأكرر، إنما رأيته وما وقع لي في هذه المرة بعد ما الداوى، وحكى في المذكرات كيفاش الداوى، كيف نحاولوا لباسه، كيف داروا في زنزانة، كيف عملوا له كل شيء، كيف داروا له فوق راسه الشكارة، وكيف حكى. اقرأوا المذكرات بتاع الشيخ عبد اللطيف السلطاني رحمه الله. نعم، لم يقع لي من جند من الجند الفرنسي، يعني في وقت الاستعمار. عدونا وعدو الوطن، وقد قلت للضابط الذي غطى لي رأسي حتى لا أرى الاتجاه الذي تسير إليه السيارة، قلت له ذكرتمونا بأعمال منظمة الجيش السري الفرنسي أوايس، والذي استخلصه من هذه المحنة، الذي استخلصه منه أن ما أصابني سببه النشاط الديني الذي أقوم به لا غير. نعم، وكل ما قيل لي في سبب الاعتقال كذب وزور وبهتان. ويتكلم كيف سكساوة جابوا له حياته من الأول لخ يسفلوه حاجة.
إذا كان هذا الشيخ عبد اللطيف سلطاني رحمه الله، وأنا لا أستطيع أن أتكلم أن أقرأ عليكم لأن الوقت لا يتسع لذلك، ولكنني فقط ومضات دائما أعطيكم ومضات بستعب. ها هذا شعباني ولا مش شعباني؟ أنا أقول لكم شعباني، هذا قرأوا له الكتاب هذا، كتاب نتاعه العقيد شعباني، محمد شعباني الهادي أحمد درواز ألف كتاب هذا. هذا شعباني حكموا عليه بماذا؟ ونبذوا فيه الإعدام، وهو أصغر عقيد في ماذا؟ الجزائر. في الجزائر. هذا الكتاب اقرأه وتعرف. هذا اللي قالوا فيه مؤخرا ماذا قال فيه شريف؟ قال بأن بن شريف بال عليه. نعم. وقال لهم نصلي وعدموني ركعتين لله قبل الشهادة، مثل ما قال الصحابي الجليل هذا فبي رضي الله عنه، قالوا خلوني نصلي ركعتين. كفار قريش خلاهم يصلي ولا ما يصليش؟ والله العلي العظيم قال لهم ما تقتلونيش خبيب، هذا هذا اللي يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان بالله مصرعي. قال لهم خلوني نصلي، كفار قريش خلاهم يصلي. وقال والله لو كان ما خشيتش انني نطولها تقولوا خفت من الموت لا طولت فيهم الصلاه، قصرها باش ماذا؟ باش يروح يعدم. منعوه من الصلاه. إذا نظام الجزائر هو نظام عنفي، نظام يصفي خصومه بالدم بالتعذيب بالتنكيل، ما يستطيعش يناقش أصحابه. أنا عني ريح وأنا طابلة، أنا أعطي ما عندي وأنت أعطي ما عندي، صحيح ولا لا؟ لكن أنا جزائريين، أنت عندك فكر ولا لا؟ هو لازم الفكر نتاعك يحط مول، أنت يا عندك فكر ما عندكش فكر. كان عندنا واحد الاخ يسموه كرفاح، صح ولا لا؟ احمد كرفاح هذا خونا من وكان معنا بالسجن، وكان عنده ليسونس في الحقوق، يضربوا فيه الدرك يحطوا رجليهم على راسه يقول له انت عندك ليسونس، انت عندك ليسونس، معناها يحتقروا العلم، يحتقروا الانسان اللي عنده حاجه. هذا الناس لما يقولوا باللي جينا لأننا سمعنا باللي يحبوا يقتلوك، هذا الكلام قيل لمن؟ قيل الحشاني رحمه الله قبل أن يقتل بأيام. هذا هو المقصود تاعه. نزيد نقول لكم أكثر من هذا، لما تدخلوا الحبس أو كان عندنا رجال تاع شرطة وعندنا مسؤولين وعندنا مخابرات وقاعدين يسمعوا ويكتبوا ونعم ها هاي موجودين في الحبس، لما تجيك رسالة يمدوها لك قبل ما يشوفها الجراف ولا لا؟ ويطبع فيها ولا لا؟ يطبع فيها وبعد يمدها. إذا صار فيها حوايج ينحيها، وإذا صار أيضا أنت لما تكتب رسالة، احنا كنا في الحبس تاع البليدة جينا رسائل مكتوبة ومكتوبة بالدم باللي لو كان تخرج كي تخرجوا من الحبس نقتلوه، يجيبها لنا المدير تاع الحبس. واحد النهار قلت له احنا عائلاتنا كي يكتبوا رسائل ما تروحش وجايب لنا، أنا واش معناها؟ معناها حرب نفسي، معناها انت ياك تكون في السيلون يا خلات عليه يا سيدي، هذا داخل حبس حبوا يقتلوني وكاتبين بالدم. ونساو بلي ربي قال في القران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. المؤمن ما يخافش لانه معتصم بالله. واحنا الحمد لله ناخذ الحذر، ولكن الحذر هذا لا ينقلب الى ماذا؟ الى اننا نسكت عن حقنا، لان ربي قال يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. احنا عارفين ماذا يحيط بنا، ولكننا معتمدين. احنا الاعمار ياك بيد الله ولا بيد شكون؟ كش واحد يموت قبل الاجل تاعو؟ كش واحد يموت؟ كش واحد رزقه عند الناس؟ لك عند ربي عز وجل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اذا ينبغي علينا ان نعلم. اذا هذا على مستوى، هذه عينات برك، انا اعطيكم عينات حتى تكونوا على ذكر بها. اخلص الان الى مساله اخرى هامه جدا ايضا. 62 خذوا الحكم بماذا؟ بالصندوق ولا بالعنف؟ نحاول بنخدها باش نحاول دبابة. 63 لما لففاس
دارت حركة مسلحة، دارت حركة مسلحة ولا فباس ولا لا؟ 63. هذه الحركة المسلحة لماذا أعلوها؟ بعض الناس يقول لك الإسلاميين يديروا السلاح. لا، السلاح كان مش فقط، كان بزاف ناس ربدوا سلاح على النظام هذا، مش فقط الإسلاميين. لا فباس رفد السلاح ضد النظام، هذا أبو ضياف أيضا رفد السلاح ضد النظام، شعباني أيضا رفد السلاح هذا ضد النظام. إذا قضية السلاح مش المسلمين في الأخر مساكن ما شربتوا سلاح، حتى لحقت الواحد الدرجة. لماذا؟ لا يمكن لها ماذا؟ من الصبر. النظام بالسياسة بتاعه العمياء العرجاء على هذا، مثلا يرحم والديك هذا وزير اتعذبوه في السجن حتى يحب يقتل روحه. أعلاه لماذا؟ ما هو السبب؟ أعلاه هذا الشيخ عبد اللطيف السلطاني رحمه الله 81 سنة أعلاه تعملوا له هذا. كان الإمام يتكلم لنا عن الإخلاص في الدرس ولا لا؟ يقول بلي الإخلاص ولا بد الإنسان أن يكون مخلصا لله عز وجل. الشيخ عبد اللطيف السلطاني ألف كتابا سماه سهام الإسلام. تعرفوا ايش اللي نحاول الكتاب على لماذا نحاوه؟ صادر الكتاب من المطابع، لانه في الكتاب نتاعو تكلم على سهم الجهاد، وفي الجهاد قال المجاهد الحقيقي هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وكل مجاهد ما كانش جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو ليس، لا ينطبق عليه المجاهدين. فوزارة المجاهدين ونحاو الكتاب وعاقبوه. انتم تعرفوا باللي شيخ عبد اللطيف سلطاني مات تحت الإقامة الجبرية رحمه الله. إذن في القضية مش من الآن، القضية من 62 وهم يفكروا في العنف، ما يعرفوش يتكلموا مع الشعب، ما يعرفوش يحاوروا الشعب، دايرين روحهم فوق الشعب الجزائري وهما اللي يفهموا والناس الاخرين كلها ما تفهموش. واللي يتكلم عنده القزول صح، هذا السياسة راهي خلاص الآن في هذا العصر، راهي ما عادش تاكل يا خلاص. حتى إذا كان الناس صبرنا احنا ولادنا ما عادوش يصبروا يا خوتي. وهذا الجيل اللي جاي هذا لو كان تصرى حاجة راهو ينسي العالم فيما حدث في سوريا وما حدث في ليبيا وما حدث في كذا. أنا ننبه ونقول استدركوا الأمور قبل فواتها، اتقوا الله وخافوا ربي وستعرضون عليه. وراكم كبرتوا، يكفي يا سيدي، حكمتوا علينا من بكري وانتم ما تحكموا فينا، حكمتونا بالقسول، حكمتوا بالحباس، حكمتوا بكل شيء. أما أنا لهذا الشعب أن يستريح؟